ازيكم يا ناس حلوه، عاملين ايه؟ معاكم محمد سعيد من قناتكم وحلقه جديده. النهارده بقى هنكمل في سلسله المحاكيات، تمام؟ سيميليشن. النهارده معانا محاكي الطبخ. طبعا انا فاشل طبخ، تمام؟ فالمفروض ده هيفهمنا نفهم دماغ الطباخ او نطبخ ازاي. فتيجوا نشوف مع بعض كده هيحصل ايه. طبعا ما تنساش لو مش مشترك سبسكرايب، و يلا بينا على الفيديو. وابتدينا. شكل اللعبه فخمه يا جماعه، شكل اللعبة فخمة. Cooking simulation، تمام. يلا بينا. ده هنبقى فيها، اوبا. الله الله، حلو ده. لا 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 لا، شغل عالي. ده انا هدير حفلات ولا ايه؟ طب انا حتى الان شايف طبخ، بس مش طبخ، قصدي حلويات. لا ما انا عايز طبخ كمان. بس ده حلو ده. يا ترى الكلام ده ممكن يتاخد منه وصفات؟ طب ده كيك. كيكس وكوكيز. يا ترى دي اكسبانشن؟ ما دي معايا دي المفروض. مش معايا؟ هشوف. طب مبدئيا بس وايه؟ نوطي الصوت سيكا. ونشوف ايه اللي معانا. يلا بينا. بيقول لك عندك ايه؟ سوبر هوت تشالنج، كونكي ويز فود نتورك. لا ماليش دعوه. كارير مود، كوكينج سكول، حلو ده. ليد بورد، ماشي، اللي هي الرانكس يعني. ساند بوكس مود، اللي هو بهدل اللي انا عايزه بقى. وينتر هوليديز، في طبخات للحاجات دي. طب ايه، تعالى ندخل الكوكينج سكول الاول، شوف بتلعب ازاي اللعبه دي. يلا بينا. باينج، ازاي تشتري الحاجه. كاتنج، تقطعها. سيزونيزين، يوزنج سبيشال ايه، سبايسز. سبايسز، تمام، سوري. ادفانسد باينج، ده باينج اعلى، ماشي. كيتشن تريب، جوله في المطبخ. اكزامبل ديش، مثلا. لا تعالوا ناخد ايه، كيتشن تريب، نتمشى في المطبخ شويه، شوف ده عباره عن ايه. المطبخ الطبيعي بيبقى عباره عن ايه؟ ده مش معناه ان انا ما عنديش مطبخ، عندي مطبخ بس ما اعرفش مطبخهم. المفروض ده مطبخ إيه؟ يعني ناس كبيره. Today I'll give you a quick tour، ماشي تمام، يلا بينا. ايوه. طب انا عايز اتمشى، مش انت اللي هتمشيني. وهنا بقى الناحيه الاولانيه كان الفواكه والخضروات، وهنا بقى فايند ايه؟ بليتس ستيكس. ماشي، الاطباق بقى والزيوت والتوابل وهنا بقى دي الهيربس بقى، بيسموها ايه؟ ما علينا، انتوا فاهمين، ما هو واضح انا باصص في ايه يعني. وهنا المساحه، دي اهم جزء من حلقه النهارده، انا متاكد من كده. تعال بقى هنا، ده ايه ده بقى؟ جميع انواع اللحوم والجبن، الجبنه المعفنه ايه تحت اهي، هنتعرف عليهم واحد واحد ان شاء الله. لا لا لا، انا عايز افر، انا عايز نكست. ماشي، عندي هنا الجريل، جميل كده، بدانا نفهم سنه. دي عشان ايه؟ فراينج و سيرنينج، معرفش يعني سيرنينج، بس فراينج عارفينها. ماشي، يوسف از بيست فريند، طبعا بيست فريند بتاعي. الستة شعله، ده ما جديد ده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ده جديد، ده مش عندي، ده مش عندي، عشان تطبخ عليه كل الاكلات بجميع الانواع بجميع الاحجام في كل حته في اي زمن. ماشي، فيت ستة اون، ماشي. جو تو نيكست، فين؟ هنا؟ هنا بقى بقعد اقطع بقى. ايوه، ده الشغل كله هيبقى هنا، الشغل كله هيبقى هنا. جميل، زي الفل. طب هو انا محتاج الجوله دي؟ مش حاسس، انا حسيت ان انا عارف. ده بقى ايه؟ زيرو بوتس، ماشي. انا جيت هنا اهو. الساعه بقى دي اهم حاجه في المطعم. تمام، ده شيء زي الفل. لو مش حاسس ان انت عايز تكوك، ممكن تسكيب وقت، ده شيء جميل عشان تحط الحاجه وتطلع على طول. هنا بقى ازاي اغسل الصحون. هنا بقى ايه؟ الميكروويفات، الاوفنز، الفران. لا الفرن كبير يا جماعه، الفرن كبير، ده ياخد تلات فرخات، ياخد تلات فرخات. ده شيء جميل زي الفل. والله انا انبسطت جدا صراحه بالجوله.
هنا بقى في ايه؟ ها ما تقوليش، ايوه كده الفراير، الفراير اللي هي بتاعت البطاطس. ايوه اتنين، يلا طب ما تجيب واحده. بيقول لك بتعمل وده ايه ده بقى؟ بريتي اوفن. ايه ده بريتي اوفن؟ ذا جريل از فور جريلينج، جاست دونت فورجيت تو فليب. اه ماشي، ما تنساش تبقى تشيلها، دي بتعمل منظر حلو. تمام. هنا بقى ده ايه؟ خلاط. حلو ده. هو انا بعمل كل حاجه لوحدي في المطبخ؟ كويس ان هو مش نافين الفيش يعني، محطوطه يعني، الموضوع واقعي. طب هو ده انا هعمل بيه في المطبخ؟ ما انا عندي فران جوه، مالناش دعوه. جونيك سمارك. ايه ده بقى انا بعمل ايه هنا؟ بتامل. اه يو كان يوز سكرين ان ذا كيتشن تو فيو يور كرنت اوردر تايم. اه ليفت. اه واضح كده ان هيبقى عندي وقت وماشي. نيكست مارك. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ديسك. ايوه راديو لوكس اول بات دونت بي ا فول يو كان سيت اب نيكست يور اون. ده في لعب كمان، يلا ماشي. وده الحاجات دي هتساعدني عشان ران بليس، اجيب المكان. ذا فون كان هاندي وين سمثينج بريك داون. اه اه حلو، لما في حاجه تبوظ انا المفروض استخدم التليفون عشان كل الناس يجوا يعملوها لي. طب تمام زي الفل. ايه ده بقى انا هعمل ايه هنا؟ ايه المفروض اعمل ايه هنا يعني؟ هو ده ايه ده طيب؟ اه سيرفنج فود هنا المفروض، انا بحط ما بخلص حاجه بحطها هنا. جاربيج دي مهمه، لو الطعام مش حلو قوي ارميها هنا. كده خلصنا التور يا جماعه. طب نشوف ازاي بنقطع ولا بقول لكم ايه؟ نشوف ايه؟ يلا بينا احنا نعمل اكل على طول. احنا نعمل اكل تشالنج؟ لا. كوكينج ويز فود نت؟ لا. كارير مود احنا نخليه ايه؟ مش عارف. كوكينج سكول مش عارف والله. ساند مود؟ طب تعال نجرب الساند مود. بقول لك لا، كارير كارير مود. يلا جاهزين نطبخ؟ انا غسلت ايدي وظبطت حالي اهو، خلاص يلا بينا. المفروض كده ده طور اللعب. انا خلاص ما انا بنقراش الكلام ده، احنا يلا بينا. ايه ده المكان ده ما كنتش فيه؟ ايه ده؟ ايه المطبخ الغريب ده؟ مش ده بتاعي. بيقول لك ايه؟ اهو عملت سكيب. ايه الساعه الجميله دي؟ look something someone order dish every time client order something will be notify in your upper left corner the screen. اه في كده عميل طلب حاجه، طلب طبق معين، فكل مره هيطلب حد حاجه هيقول لي فوق على الشمال. when you have only minute left to complete dish you're slightly late or when you can give up waiting. اه ده ممكن يزهق مني. ماشي فين الاوردر بقى؟ اهو ده الاوردر، ده الاوردر، ده الاوردر. ماشي بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ازاي؟ انا معايا 6 دقايق وشويه اظن كفايه. بيكت تروت. تروت ما اعرفش ايه التروت دي الصراحه. المهم سمك بالليمون. ماشي نجيب التروت. فين ال ايه ده يا نهار؟ هو انا المفروض اجيب الحاجات دي؟ استنى استنى. اوعى 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 اوعى. فين المكان اللي بجيب منه؟ الله. اهو اهو انا عايز تروت. فين التروت؟ طبعا معانا ليمون. ماشي خدت ليمونه. المفروض اخد قد ايه ليمون؟ المفروض اخد قد ايه ليمون يا ابني يا حبيبي؟ فين الشاشه؟ في شاشه جوه؟ في شاشه جوه؟ في شاشه جوه؟ في شاشه جوه؟ يلا بينا. عايز ليمون وعايز ايه؟ باراسيلي. ليه ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه انا عايز جمله مفيده. ايه اللي باراسيلي ليه دي؟ عندي ولا ما عنديش؟ ما عنديش باراسيلي ليه. طب ايه ما فيش برا ديري ما عنديش. طب وانتوا جبتوا لي حاجات انا معيش حاجاتها ولا ايه؟ ايه الهبل ده؟ ماشي حط ده هنا. عندي ايه تاني؟ واضح ان الموضوع صعب. وعندي بلاك بيبر وديل ما اعرفش ايه. بلاك بيبر بلاك بيبر بلاك بيبر وايوه ده معانا. ما ينفعش اشيل يا ابنل، ما ينفعش اشيل. ايوه وده عندي ايه تاني؟ نبيتي واصفر، نبيتي واصفر، نبيتي. شكل الموضوع هياخد وقت. لا ما كده مش هلحق. نبيتي واصفر. ايوه الاصفر ده معايا كمان. يا رب يا رب الحق. ده الطباخين بيتعبوا جامد في المراحل اللي جايه من المطبخ.
وده كمان معايا. ايوه كده جبت ايه توابلي كلها. في حاجه تحت؟ مفيش حاجه تحت. ماشي. عندي ايه تاني الجاب؟ عندي ايه تاني الجاب؟ تروت. طب هي فين ال... اكيد هنا، اكيد هنا، ما تهزرش. ايوه اهو تروت، جبت واحده. هو طالب سمكه، ما تستهبلوش، هو طالب سمكه. ارميها هنا دلوقتي. ماشي. ايه تاني؟ انا كده معايا كله. ايه ده؟ فريش فريش، يبقى حاجه مزروعه. فريش فريش، فين الفريش؟ فين الفريشات؟ بتودوها فين؟ المفروض في حاجه انا زارعها هنا هاخد منها. يمكن ده؟ لا اكيد مش ده، هو بيقول فريش يا جماعه، فاكيد في حاجه فريش هنا. طب ايه بتحطوها فين؟ مش عارف. بصوا مش مهم، هات دش بقى. هو الصحن ايه؟ سي ولا او ولا بي؟ مش عارف، ما علينا. هو ده حلو، ده حلو، ده حلو شكله هو. سوري سوري سوري، احنا المفروض نمشي بيه بالراحه يا عيني. خليه هنا اهو في المكان الحلو اهو. المفروض نعمل ايه بقى؟ انا ما لقيتش في حاجه، ما لقيتهاش. طب الاقيها فين؟ طب نمسح؟ لا مش وقتك خالص، لا لا لا، ما تمشيها كده، مش وقتك. فين البتاع؟ سيب التلاجة مفتوحة، مش مهم. يلا بينا نكمل بقى. هار اسود؟ ايه ده؟ هو انا ايه، هعتمد على نفسي ولا ايه؟ تعالوا نشوف اول حاجة اتعمل ايه. بيقول لك تيك تروت 200 جرام، 200 جرام من التروت اهي. فين البتاع؟ مين الحمار اللي... ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ماشي ناخد دي. كام جرام دي؟ 200 جرام زي الفل. واعمل بيها ايه بقى؟ انا هحطها بس. ماشي حطنا... اكيد مش هحطها في الطبق. فين الطاسه؟ فين الحل؟ فين الجزمه؟ فين اي حاجه؟ بص هو انا ممكن احطها هنا صح؟ مش عارف، مش حاسس. لا فين البوتاجاز؟ هو مش كان في بوتاجاز تاني؟ ايوه حطيت البوتاجاز. يلا بينا. بعد كده عندنا ايه؟ بلاك بيبر 5 جرام. بلاك بيبر ايوه. قد ايه بقى؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هو انا قاعد احطه على النار؟ هو مش مفروض يتحط في حاجة؟ فين الحلل؟ فين الحلل؟ واضح ان انا كان لازم اتعلم. واضح ان انا كان لازم اتعلم. فين الحلل؟ بتحطوها فين؟ انتوا مديني اللعبة ناقصة ولا ايه؟ فين الحلل؟ مفيش. بقول لك ايه، هي حلوة كده، ما عندناش حلل خالص. ممكن تهدي النار سيكا؟ طب وده بتاع ايه؟ اه ده بتاع ده. حاسك هتتحرقي مني والله. فاضلها قد ايه؟ قربت قربت. طب انا اكيد مش هحط الحاجات دي عليكي هناك. فين الطبق؟ الطبق واحدة 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 واحدة. الطبق بلمس واحدة واحدة. ايوه التروت قربت قربت. ها حطينا 5 جرام بيبر بس عليها. طب تشيك كويس، يبقى كده محتفظة بالحاجة اللي عليها. ايوه اقفل. تعال ايه، ما اعرفش امسكها كده. امسكها بايه؟ طيب امسكها بايه؟ امسكها بايه يعني؟ ايه ما اعرفش امسكها كده؟ مش فاهم انا. فين البتاع اللي بمسك بيه؟ تمشيش دي؟ لا ايه دي؟ ما اعرفش. اه كده اتلسع، بيقول لي تتلسع. ماشي عايزين نمسك بحاجه. ايه ده؟ فين الحاجه اللي في ال... ايوه اهي. ايوه تعالي يا مام، يلا حطها في الطبق عشان ايه، نديها للراجل. هو صعب قوي يتحط في الطبق ليه كده؟ ايه المشكله؟ لارج لارج بليت. ماشي تمام. بص انت حطها ايه هنا دلوقتي؟ ما ينفعش. ماشي لارج بليت لارج بليت. ايوه اها طب انا عايز لارج بليت. ايوه بقول لك ايه، تقرفوناش بقى. راح في السمك يا بت. لا 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 هياكلها هياكل. راحت فين؟ هتاكلها يا باشا. احنا هنحطها على النار دلوقتي. ايوه تمام زي الفل. انا اجيب بقى ايه طبق كبير. خدنا واحد طبق. هو اكيد الراجل خلاص مش عايز البتاع يعني.
اكيد الراجل مش عايز الطبق ده تاني خلاص يعني. طب نحطها فين؟ حطه فين؟ حطه هنا. حاضر حاضر حاضر، اهو 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 اهو، حاضر. ايه جيف اب؟ لا ما انا هعمله يعني، هعمله بقى. هو انا مش عارف ليه احط سيرو. انا حمار، انا حمار وغبي، الحمد لله رب العالمين. الاثنين حمار وغبي. رايت فين؟ ما علينا، مالناش دعوه. فين الطبق التاني ده؟ خلاص ده، ده خلاص. ممكن نكمل، ممكن نكمل. راحت فين؟ لسه سخنه. ولارج بليت يا دي النيله، تعالى يا بتل. اهو اهو اهو. هو بيقول لك ريسيت بوزيشن روتيشن. ها ها، مش بتوع. شكرا، روح لقمه. تمام، باك بقى كما صح. انا هعمل الطبق ده يعني، هعمله. تعالي. الله، ايوه اثبتي. ايوه هوبا، ايوه تمام زي الفل. سيب البتاع دي بقى سرو. بس المفروض اعمل ايه؟ اجيب ليمون واقطعه. يلا نقطع الليمون، يلا بينا. تمام يلا بينا. نكت، ايوه نكت نكت. الله 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 عليك، والله برنس، والله برنس، والله برنس. ماشي نرجعها مكانها باك. تمام زي الفل. الطبق بقى كان منظر امه ايه؟ انت قطع دي وحشه بس ماشي، حلو حلو حلو. ناخد حته، لا مش البتاع كلها، مش البتاع كلها. ناخد الليمونه نحطها هنا هو، ايوه. وناخد الليمونه ونحطها هنا هو، ايوه. نجيب بقى ايه؟ عايزين نحط قد ايه من ده؟ هو بيقول لك 5 جرام برضه، كله 5 جرام. ماشي حلو زي الفل. نحطه مكانه، حطينا البلاك بيبر خلاص. 1 2 3 4 5. نحط ده بقى، معرفش ده ايه ده. 1 2 3 4. شلت حبه. ماشي ماشي ماشي، هو تقريبا كده الطبق جاهز. يلا بينا. بيتحطوا فين؟ ايوه اتيكا بكتشر. ده من كتر الفراغ اللي عندي، وديه للراجل. يلا اهو، يلا يلا. هيتبسط، انا عارف ابسطه. خد ايه؟ ايه ايه الطعم من نجمه ونص وسكور زفت؟ يا متوقعتهاش. بس على اللي طبخت ده مطبوخ ده. تعال بقى ايه اللي بعد كده، اللي بعد كده ده ايه ده؟ اظن دي سهله. ده ايه ده بقى؟ سلمون و... وايه؟ بطاطس ولا مش عارف والله. ماشي تعالوا نجيبه. هننضف مكاننا؟ لا عشان بس احنا ايه، مفيش وقت. بطاطس يلا. هو مفيش حاجه تسوق بيها هنا؟ هو انا قلت عايز بطاطس؟ انا ما قلتش عايز بطاطس صح؟ ولا انا قلت عايز بطاطس؟ ما علينا، ارمي امها هنا. هو قال لك ايه وايه؟ بوتيتو وسلمون، سلمون سلمون فتر. سلمون خضر اهو، سلمون خضر 200 جرام. ماشي. هو الشيفت بيحصل ايه؟ فهمت. دروب دروب، انا عايز دروب. اضرب ازاي؟ ايوه بس تمام زي الفل. لا لا خلاص بقينا بقينا جامدين، مش مشكله. التلاجه اتفتح شويه. ووتر وسان فلاور اويل. سان فلاور، انا كنت حاسس ان هو هنا صح. ايوه سان فلاور اويل. ايه ما اقدرش امسكه ليه يعني؟ مش فاهم. ايوه مش فاهم. اوعى تتكسر بالله عليك، ما عنديش غير واحده. حطه هنا. ايوه ووتر، يعني اكيد الووتر هجيبه من السنك يعني، من هنا صح. ما عنديش هجيب فيها. ما علينا. ولا في ووتر عندي هنا؟ في ووتر هنا. نقفل بقى البتاع ده. عندي سولت وبلاك بيبر. سولت احنا اللي فات ما حطناش اي ملح، ما حطناش ملح خالص خالص. يلا غريبه والله العظيم، اكل ايه اللي بيتحط من غير ملح ده؟ هو انا عايز قد ايه بوتيتو؟ انا عايز قد ايه بوتيتو؟
مش مكتوب قد ايه بوتيتو، انا هعمل على حسب المنظر. ووتر 1000 مللي، 1000 مللي ماشي. 1000 مللي اجيبه منين بقى ال 1000 مللي ده؟ انا مش عارف بتجيبوا الووتر منين. يكونش ده الووتر؟ لا مش ده الووتر. لا الووتر مش في التلاجة ليه؟ انا مش فاهم. طب خليكي مفتوحه بقى عشان لو احتاجتك. طب طريقه التحضير، طب ما ينفعش يركب مكانه؟ ماشي يولع. طريقه التحضير، اول حاجه ده تعالى نكسره. ايوه عايزين واحد كبير، شايف طبق كبير بسرعه. بالله عليك ما تكسره. يا دي النيلة، حاطينه في مكان صعب، ما تحطوه في زفت مكان كويس. ايوه وقف. ها نحطه هنا عشان يبقى جنبنا. ماشي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في البتاع ده. اول حاجه تعالى نحطه هنا. انا بتفائل قوي البتاع دي، المره اللي فاتت كانت وحشه فده شيء جميل. يلا بينا سلمون، لسه بتتعمل. انا المفروض اعمل ايه بقى؟ في بطاطس تاني؟ هو كام بطاطسايه؟ هو في منظر بطاطستين، هو انا احط البطاطس بحالها ولا ايه؟ مش فاهم فين البطاطس. ايوه يلا بينا. مش انا المفروض اغسلها؟ اتحرقتي ولا لسه؟ لسه، براحتي براحتي. تعالى نغسل البطاطس. طيب هنا هنا. ايوه ما بتتغسلش. ما بتتغسلش، ما هي بتبقى جايه نضيفه من عندي جوه يعني. ماشي انا هحط البطاطس زي ما هي ولا نشويها؟ مش عارف والله، حاسس انها المفروض تتشوى. طب هو مفيش اي ريسبي، مفيش اي طريقه عشان اعرف فين ال ايوه تعالي. السلمون خلاص، مش عايزين اوفر كوك بقى يا جماعه، عيب يعني. اها يلا. لا ايه ده، ده من الناحيه الثانيه ما اتعملتش. طب ما تيجوا نعملها. ايوه اقلبها اقلبها اقلبها. ما علينا سرو. عايز السلمون سخنة. ماشي العربيات عملت. لا ما قلنا بقى ايه، ما تركز بقى معايا شويه. راحت السلمونايه دي خلاص، راحت راحت السلمونايه دي، راحت. نجيب سلمونايه تانية؟ انا عمال ادفع في فلوس. حاضر حاضر، فاضل دقيقه. حاضر من عينيا يا باشا. انا مش ايه تقل تاخد حاجه نظيفه، ما ينفعش كده. استعجل مش عايز. البطاطس بتتهرى اهي، مش عارف حاسس ان غلط. لا صح صح، بطاطس صح كده. ايوه هات ده بس، ده انا رهيب في الكيتشن بتاعي. قربت قربت. ايوه كوك ده خلاص، يلا بينا. ايوه بص بقى كده اهو، كده انا رهيب. سرو بقى، ايوه تعالي انتي انتي حطي هنا عشان تبتدي. ايوه وانت قربت. يا ترى البطاطسايه هتخلص قبلك؟ انا حاسس ان المره دي هعمل طبق جامد، هعمل طبق جامد. بصوا احنا تقريبا النهارده مش هنعمل غير الطبقين دول لان الموضوع طول قوي قوي. وهنعمل ايه بس؟ هننضف المطبخ ورانا نشوف هيحصل ايه. السلمون قرب ودي قربت، بس انا تقريبا السلمون الاول. السلمون خلاص، الموضوع طلع متعب يا جماعه. يلا بينا. ولا برضه ما عملتهاش من الناحيه الثانيه، برضه ما عملتهاش من الناحيه الثانيه، بس هي حلوه بس هي حلوه. ما علينا. البوتيتو بتتحرق. ماشي ولا هي بص تبكل نفس الطبق اللي في الصوره هو. تعالى بقى احنا عايزين ايه نحط عليه حاجات. هنحط ايه بقى؟ قد ايه؟ 20 جرام ملح. 20 جرام؟ لا مش على البطاطس. ايوه على دي
كتير قوي الصراحه ملح كده. ماشي، ايه تاني؟ بوتيتو 300 جرام حطيتها. الف ووتر معرفش بتجيب منين. فهمت. طب ادخلها ازاي؟ ايوه ايه اللي انا بعمله ده؟ هو انا بحط ميه على الاكل؟ طب بقول لك ايه؟ ايوه انا اشوف انا خدت قد ايه؟ ايه الهبل اللي انا بعمله؟ ايوه نايس، اعرف راي الناس فيها. تقريبا انا عملت اللي انتوا عايزينه. لا تعالى ناخد لها صوره. لا انا هاخد لها صوره، اوعى انت، اوعى انت. بتاخد لها صوره ازاي دي؟ تيك سكرين شوت ازاي بقى؟ فيديو فيو. تعالى نطلع بره سنه. يا وايه كده، خدنا السيف. ماشي خلاص يا جماعه، انا عارف ان هي جامده. تعالى بقى نقدمها، انا عايز اشوف بس ايه هيقول لي ايه. هي زي اللي فاتت. بس قريبه، ما ايفنت سيفنج اند كده خلص اليوم. تعالى بقى ننضف، شوف ننضف البتاع ده ازاي. تعالى في التلاجة كميه الاطباق المكسره دي. ايوه هعمل ايه بقى؟ واضح ان ده ما بيتشالش كده، وانا دي ما لهاش لازمه اساسا. سوري. طب انا عايز ابيك اب شويه حاجات كده. هي دي لسه سخنه؟ طب ما كان كلها والله حلوه. ده كان في حله، كان في حله يتحط فيها الميه. دي كده السلمون. ماشي، كان ينفع. طب معلش كده سؤال، سوري، عايز بس اتاكد من ان ده كان ممكن يتعمل. هي راحت فين ال كان في شوكه كده؟ ايوه اهي، تعالى هات السلمون. انزل تحت. ايوه انزل لها، ما تقوليش ان كان ينفع. كان يتنايل ينفع. هو انا كنت سايب النار شغاله؟ طب طب الحمد لله، الحمد لله. والسلمون كده شغال. ايوه السلمون بيفراي. يعني كان ينفع احط ميه في طب تعالوا بقى نشوف هو ايه. سكيب كليننج بيس. لا هكلين يا باشا، اكلين. ما كلينش ليه؟ اكلين. ده كان مرمي هنا. ايوه الكلين بقى كان ازاي؟ يعني مبدئيا ده بيتحط فين؟ انا حاجات دي عايزه جنبي، انتوا بتحطوها بعيد ليه؟ عايز بس يعني بويلينج. ايه ده ينفع امسكها كمان؟ طب انا لو عملت بقى فتحت كده الميه هيحصل ايه؟ ايوه ما علينا. هو ده كان فيديو النهارده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده بس سيفنا كده كمان. ده كان فيديو النهارده يا جماعه. ايه رايكم في الطبخي؟ اظن عملنا سلمون بالليمون. لا مش سلمون بالليمون، لحمه سمك معرفوش كده بالليمون، وعملنا سلمون بالبطاطس. يا ترى الوصفات دي بجد ولا ايه؟ بس ايه رايكم في طبخي؟ اظن يعني اللي طلبوه لقوه يعني. اي نعم كان الطعم نجمه ونص، بس كده في طعم يعني ينفع يتاكل يعني، على الاقل على الاقل ده طبخ. لو عجبك طبخي تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولايك لأحلى طعم دقته في حياتك طبعا، وكومنت قول لي انت لو مكاني كنت عملت ايه. وما نشوف الفيديو الجاي كده هيحصل فيه ايه، هكمل فيها. لو عجبتكم قولولي بس. يلا نشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.